مساء الخير. جزار حما، هكذا وصفته سابقا الصحافة الفرنسية. رفعت الأسد متهم من جديد بقضايا فساد وغسيل أموال، وهذه المرة الجمارك الفرنسية والإسبانية تعلن عن مصادرتها ل 600 مليون يورو من ممتلكاته. هذا في المحور الأول. في المحور الثاني، مدنيو عفرين لا ناقة لهم ولا جمل، هم فقط ضحية صراع يجري في منطقتهم. وكالة الأناضول التركية تعرض شريطا مصورا تتهم فيه الوحدات الكردية بأنها تستخدم أهالي عفرين كدروع بشرية. حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. حياكم الله. رفعت الأسد وفساده يعود للواجهة بعد أن أعلنت الجمارك الفرنسية بالاشتراك مع نظيرتها الإسبانية عن مصادرتها لأكثر من 600 مليون يورو من ممتلكاته، والتهمة هذه المرة تبييض الأموال. لن تكون حياتي إلا رخيصة في سبيل شعب اشتقت إليه. لكن هذا الشعب يسأل عن ثرواته وخيرات بلاده، عن ملايين الدولارات التي يسمع بين الحين والآخر أنها صودرت. سؤال يقول ناشطون إنه في رسم رفعة الأسد عم رأس النظام في سوريا. آخر هذه الأموال المصادرة جاء في إعلان الخدمة الجمركية الفرنسية التي قالت إنها بالتعاون مع إسبانيا صادرت نحو 503 منشآت في أراض إسبانية تعود ملكيتها لرفعة الأسد وتتجاوز قيمتها 600 مليون يورو وفق ما نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية. لوفيغارو تحدثت عن فنادق ومطاعم ومقتنيات فاخرة ضمن الأملاك المصادرة، وهذه يملكها رفعة الأسد وأقرباؤه بمدينة ماريبال الإسبانية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجلس القضائي الوطني الإسباني تحقيقه في قضية تبييض الأموال من قبل رفعة الأسد. التهمة ذاتها إضافة إلى تهمة سرقة أموال الدولة واجههما رفعة الأسد في فرنسا، وهذه الأخيرة يملك فيها الأسد وفق الجمارك الفرنسية ثروة تقدر ب90 مليون يورو، وتصادر باريس الكثير منها عبر فترات متلاحقة. وكذلك الأمر فعلت بريطانيا، إذ جمدت دائرة النيابة العامة أصول أموال رفعة الأسد تنفيذا لأمر قضائي حسب ما نقلت صحيفة التايمز البريطانية. كما كنا وسلام. أما في سويسرا فيواجه رفعة الأسد دعوة قضائية بخصوص ارتكابه جرائم حرب في سوريا، خاصة وأنه شغل مناصب قيادية عسكرية في السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي. يقول حقوقيون إنه تورط حينها بجرائم ضد الإنسانية. وهنا لم يغب عن حقوقيين طرح تساؤل يتعلق بأموال رفعة الأسد المصادرة وحقية الشعب السوري فيها وإمكانية حصوله عليها وفق اللوائح القانونية المعمول بها عالميا، خاصة أنهم أي السوريون يعيشون مأساة كبيرة، بينما يعيش رفعة وعائلته حياة بذخ لا مثيل لها في أوروبا. معنا من باريس عبر سكايب عبد السلام حاج بكري الكاتب الصحفي، أهلا بك. وأيضا معنا سيد وائل الخالدي مدير مركز دراسات باك هوم من باريس مباشرة، أهلا بك سيد الخالدي. وأيضا ينضم إلينا المستشار في القانون الدولي السيد مصطفى القاسم من اسطنبول مباشرة، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد الخالدي، هذه التهم وطبعا تهم الفساد بحق رفعة الأسد ما زالت متتالية، هذه المرة التهمة تبييض الأموال. نعم سيدي، التهمة تحية لكم وللمشاهدين جميعا. طبعا في البداية التهمة بالأساس تهمة داخلية
تهمة فرنسية لا تتعلق بجرائم رفعة الأسد وعائلة الأسد بشكل عام. التهمة مبنية على تهرب ضريبي، على الآن على تبييض، المتهم السابق على تهرب ضريبي، التهم الحالية على تبييض أموال. الناتج يعني الملخص البسيط حول هذه القضية أن الشرطة الفرنسية والحكومة الفرنسية تلاحقه بقضايا فرنسية وجرائم ارتكبت على الأراضي الأوروبية، هو ليس لها أي علاقة بجرائمه ضد الإنسانية وجرائم سجن تدمر ولا الإعدامات المدنية التي كان ينفذها ولا استمتاعه بمال الشعب السوري. وبالمقابل لا يوجد أي جهة أخرى سورية متابعة لعملية رصد هذه الأموال لصالح الشعب السوري أو استعادة هذه الأموال لصالح الشعب السوري. نعم، بالتالي يعني في فرنسا يتم معاملة رفعت الأسد هكذا على الرغم من أنه مقلد بوسام لقب الفارس سيد الخالدي. لماذا هذا الانقلاب من قبل فرنسا برأيك؟ طبعا بعد قضايا عدة ليست القضية الأولى كما تحدثنا، بالتالي سر هذا الانقلاب على رفعت الأسد في فرنسا هل هو فقط من أجل القانون الفرنسي أم ماذا؟ بالاساس اعتمدت السياسه الفرنسيه السابقه من ايام يعني من ايام ساركوزي سياسه الاحتواء، فكان الهدف هو احتواء النظام السوري بشكل عام حتى من قبل ساركوزي من ايام ميترا ايام حافظ الاسد اعتمدوا سياسه الاحتواء، فكان كل ما ياتي من سوريا او هذا يقلدوه ويسمحوا له بالعمل ويعطوه الاوراق الكامله. يعني الملاحظه ان رفعت الاسد يملك اوراق فرنسيه كامله بمقارنه مع عبد الحليم خدام الذي لا يملك الا ورقه اقامه مؤقته يجددها كل 3 شهور. يعني لا. فقط للمقارنة البسيطة بين حالة التعامل الفرنسية السابقة مع من وافدين مع أموال وحالة تعامل فرنسا الحالية مع وافدين مع أموال، لأن في الحالتين لدينا شخص لديه أموال للشعب السوري وموجود في فرنسا. التحول القائم هو ربما هناك مؤسسات فعلية وحقيقية في فرنسا تتابع، ولا يمكن يعني لرؤساء وزراء هنا ولا يعني لرؤساء حكومات الهروب من قضايا الضرائب في فرنسا، فما بالك عن شخص وافد أجنبي يتلاعب في الأمور القانونية. ويعني طبعا لن تسكت المؤسسات فعلا منفصلة عن السياسة هنا في فرنسا بشكل قوي بالفعل. المشكل أن نحن السوريون من يخلط بين السياسة تجاه هذا الموضوع وبين القضية الفعلية القائمة في فرنسا. طيب سيد القاسم، يعني ليست القضية الأولى في فرنسا، في إسبانيا، في بريطانيا، في سويسرا، هناك عدة تهم وعدة دعاوي رسمية قضائية بحق رفعت الأسد. كيف تنظر إلى ما يجري لرفعت الأسد من خلال هذه التهم، من خلال هذه الدعاوى القضائية بحقه في عدة بلدان أوروبية؟ حقيقة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ذهب رفعت الأسد إلى فرنسا محملا بمبالغ كبيرة تقارب حوالي 220 مليون جنيه استرليني أو 400 مليون دولار. هذه كانت نتيجة صفقة أبرمت معه في سوريا لكي يغادر سوريا ويترك السلطة في سوريا أو النظام في سوريا يمارس سلطاته دون قلاقل ودون صعوبات. لا أظن أن هذه الصفقة قد تمت دون تدخل استخباراتي وتنسيق استخبارات عالي المستوى ما بين دمشق وباريس. لذلك كانت فرنسا تريد أن تمضي هذه الصفقة واستقبلته فعلا وفتحت له مجال للعمل في الاستثمارات وساهم في العديد من الاستثمارات ما بين فرنسا وبريطانيا. نعم. حتى نما ماله وكبرت ثروته، ثم توسع باتجاه إسبانيا فبدأ يشتري العقارات في ماربيا وما حولها حتى بلغت 503 عقارات، وأنشأ شبكات أخرى وأنشأ حزبا أيضا ديمقراطيا ينشر رسالة القائد حسب ذلك الحزب ينشر رسالة القائد رفعت الأسد. هو كان ينشط باسم المعارض السوري لكن في الحقيقة هو كان يقوم بأعمال استثمارية لصالح الكثير من الموالين للنظام السوري، لذلك لم يكن يخلو أمره من تبييض الأموال وغسيلها. هذا الأمر أثار حفيظة الأنظمة في تلك الدول أو الحكومات في تلك الدول، لكن اليوم مع ضعف النظام السوري ومع الارتكابات التي ارتكبها آن الأوان للانقضاض على هذا يعني سيد الثور السمين. نعم. يعني كمختص حضرتك بالقانون الدولي، كيف يتم التعامل مع هكذا حالات كما تفضلت؟ باع طويل، تاريخ طويل لرفعت الأسد في هذا الموضوع منذ أن غادر سوريا وحتى هذه اللحظة، هل يمكن أن يصل بالفعل إلى محاكمة قد تجرده من كل شيء يملكه؟
حقيقة ليس هناك حاليا أي جهود لملاحقته بحسب القوانين الدولية، فقط يوجد جهود لملاحقته بحسب بعض القوانين المحلية. في فرنسا، في إسبانيا، في بريطانيا الملاحقات على جرائم مالية، لكن في سويسرا توجد ملاحقة بحسب القانون الجنائي السويسري، حيث أقيمت دعوة هناك منذ عام 2013. وقال النائب العام في سويسرا أن دعوة أقيمت بحق مواطن سوري كان قائدا لوحدة عسكرية يزعم أنه ارتكب جرائم حرب في سوريا في عام 1980 وعام 1982، وهو موعد ارتكاب جرائم المجازر في تدمر وفي حماة. لكن هذه المحاكمة قد مضى عليها 4 سنوات دون أن يبرز أي نتائج لها، مما دفع المحامين الذين أقاموا هذه الدعوة إلى القول بأن الإجراءات حاليا في هذه المحاكمة متوقفة، وهذا يثير الكثير من التساؤلات، مع أن هناك الكثير من الأدلة قد قدمت وهناك الكثير من الشهود، هناك 8 شهود حضروا تلك المجازر قد استمع إليهم من قبل القضاء هناك، لكن لم تسير الإجراءات بالاتجاه الأمام. طيب، أود أن أنوه فقط إلى أنه يعني تاريخ رفعت الأسد فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا تحديدا في حماة وفي سجن تدمر هي معروفة وسلطنا ضوء عليها في السابق، لكن الآن التهمة الجديدة هي تهمة تبييض الأموال. سأنتقل فيها أيضا لهذه الفكرة للكاتب الصحفي عبد السلام حاج بكري عبر سكايب من باريس. أهلا بك من جديد سيد حاج بكري، يعني كيف تتابع من خلال إقامتك في باريس لهذه القضية وما اتهم فيه أو به رفعت الأسد من تبييض أموال ومصادرة مبلغ كبير هذه المرة 600 مليون يورو؟ تحياتي لك أستاذ وسام ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. نحن نشير هنا عندما نتحدث عن جرائم رفعت الأسد أن جرائم لا تقتصر على الماديات كما تعرف، وهي جرائم تعدتها إلى الأمور والارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ارتكاب فظائع بحق الإنسانية ومن هذه الأمور. ولكن ملاحقته الآن تتم عبر مبالغ مالية صغيرة وهامشية. المبلغ المطلوب منه في إسبانيا أو الذي استدعي أو الذي تم الحجز عليه لا يساوي أكثر من 10% مما يمتلكه رفعت الأسد. آخر الأرقام التي تحدثت عن الأرقام المالية التي يمتلكها رفعت الأسد في أوروبا تجاوزت 23 مليار دولار، عكس ما تحدث بعض الأصدقاء أن المبالغ صغيرة ليست كبيرة. هذه ممتلكات مالية، هذه ودائع بنكية، أما الحسابات الأخرى العقارات والفنادق والمطاعم والاستثمارات العقارية الأخرى فهناك أنباء أو هناك أخبار تشير إلى أن هذا أن أثمانها تفوق مبلغ الودائع المالية. الملاحقة بسيطة جدا، وأنا أعزو سبب ملاحقة رفعت الأسد بهذه المبالغ المالية الصغيرة نسبيا وهي كبيرة حقيقة، يعني إلى أن الغطاء السياسي الذي كان يتمتع به رفعت الأسد في السنوات الماضية عبر 30 عاما من وجوده في فرنسا وعمله في مختلف دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، سببه هو سقوط الدكتاتوريات الوطن العربي التي كانت تدعمه بشكل كبير. وكما نعرف أن معمر القذافي كان الداعم الرئيسي والأول ماليا وسياسيا لرفعت الأسد خلال وجوده في فرنسا، إضافة إلى أن نظام بشار الأسد من قبله والده حافظ الأسد كانوا يؤمنون له الغطاء السياسي الكامل، لا يريدون لشقيقهم أو لعم بشار الأسد لاحقا أن يسقط أو أن يتغير شيء عليه. كل ما في الأمر أن هناك تغطية حقيقية عليه، انتزعت شيئا فشيئا مع سقوط قذافي ومع ضعف وهشاشة نظام الأسد والمهدد بالسقوط في أي لحظة، سقط الغطاء السياسي فبادر الاقتصاد. دعنا أيضا أختلف مع صديقي الذي قال لا علاقة للاقتصاد في السياسة، وهذا ما أختلف فيه كثيرا معه. عندما هبط أو نزل مستوى الغطاء السياسي الذي يتمتع به رفعت الأسد بدأت المطالبات الحقيقية بمحاسبته ماليا على ارتكابات تبييض الأموال وعلى التهرب الضريبي وما إلى ذلك، وهناك عمليات فساد تم الحديث عنها كثيرا في عملية مشاركته في حفر من نفق المانج وما إلى ذلك. هذه الارتكابات يجري ملاحقتها جزئيا، وأنا أتصور ستأخذ أيضا وقت طويل ولن يتعرض رفعت الأسد إلى الكثير من الضغوطات، لأن حتى لو تم حجز مثل هذه المبالغ وربما ضعفها أو ضعفيها فلن يتأثر رفعت الأسد بأي شيء على الإطلاق، لأنه يملك أضعاف مضاعفة لهذه الأرقام. وما لم
تتم متابعته في جرائمه ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وجرائم الحرب فلن يتأثر على الإطلاق رفعت الأسد فقط. طيب هي هذا جانب آخر سيد حاج بكري، دعني أنتقل بما تفضلت به إلى سيد الخالدي. سيد الخالدي، يعني هناك تعارض بوجهات النظر بين ما تفضلتم به وبين ما تفضل به السيد حاج بكري، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط طبعا الخاصة بالممتلكات وبالأموال التي بحوزة رفعت الأسد. بالتالي هذه المبالغ التي صدرت أو هذه الأملاك التي صدرت، هل بالفعل لن تؤثر على ما يملكه رفعت الأسد وبالتالي لن تؤثر عليه شخصيا؟ أنا أؤيد ما قاله أستاذ حاج بكري. بالتأكيد أن التغير في السياسة العامة وخاصة قيام الثورات العربية والثورات ثورة الربيع العربي أدت إلى رفع الغطاء، هذا كلام صحيح 100%، ولكن ما أقوله أن هنا في فرنسا بالفعل تتحرك المؤسسات بشكل دائم ضد المؤسسات الضرائب، ضد مؤسسات محمية دولية، يعني شركة لافاج الفرنسية التي دعمت دفعت أتوات لداعش رفعت عليها دعاوى ضخمة في فرنسا ودفعت من سوق المال خسائر ضخمة في فرنسا. هناك محاكمات حقيقية تجري، ولكن كما قلنا يعني هذا لا ينفي ما قال الأستاذ عبد السلام من انتفاء الغطاء السياسي عن رفعت الأسد، وهذا صحيح 100%. بالنسبة للتأثير بفرنسا وأوروبا بشكل عام، هي دول قانونية ولدى رفعت الأسد المساحة الكبيرة والواسعة من الاعتراض والاستئناف والمحاولة للالتفاف على المشروع، وكما قال الزملاء أن ما يملكه بالفعل هو أكبر بكثير مما تم مصادرته. وهو الحقيقة هنا التقصير الحقيقي الواضح هو ما حدث في سويسرا 4 سنوات من المحاكمة في جرائمه، لأن دائما تصطدم في أوروبا بما يسمى بجرائم عدم الاختصاص أو عفوا محاكم عدم الاختصاص، فتسقط الدعوة بحجة عدم الاختصاص. يعني حصلت معنا مرتين في دعاوى ضد الأمن اللبناني ما قام بعض الأشخاص، ويعني يتم تعديل هذه الدعوة حاليا لرفعها ثانية على جرائم اعتداء وتعذيب قام بها الأمن اللبناني، وأيضا هي نفس دعاوى قامت على رفعت الأسد. ولكن ما حدث في سويسرا يشاع أن اتفاق سياسي ما، لأن الممول لذلك المشروع في سويسرا يحتاج إلى إحضار شهود ودفع أموال. الممول بشكل عام هي مؤسسة ما، يعني المعروفين غالبا بالإخوان هم من مولوا عملية محاكمة رفعت الأسد في سويسرا، ولكن لسبب ما سياسي تم الحديث وتسريب اتفاق سياسي ما تم إيقاف هذه المحاكمة وعدم المتابعة بإجراءات شهود وإجراءات، يعني أوراق تثبت أكثر وأكثر تورط، هذا فيما قيل أنه اتفاق سياسي ما وضغط دول ما من عدة دول عربية وأجنبية لتسوية ما. لا أحد لديه معلومات كاملة حول هذا الموضوع، ولكن الفكرة إن استمر الشعب السوري في الصمت عن جرائم هؤلاء ومثلهم كثيرة، مثلا خذ مثال بسيط، محمد حمشو كاد وخالد قدور كادوا أن ينزعوا أسماءهم من اللائحة السوداء ويسيلوا أموال ماهر الأسد الذين هم مسؤولون عن أموال ماهر الأسد في أوروبا. يعني الحقيقة أن الوضع في أوروبا هش جدا فيما يتعلق في نصرة الشعب السوري وحق الشعب السوري، ما لم يقم هناك ما لم يقم يعني مجموعة حقيقية وفاعلة بدعم هذا المشروع، لم يلتفت الائتلاف سابقا إلى المسألة القانونية. طيب سيد القاسم، يعني أبداً برأيك لم تلتفت أي مؤسسة أخرى حتى هذه اللحظة إلى المسألة القانونية في أوروبا، وهي مسألة هامة جدا. يعني طيب، وضع هؤلاء الناس على لوائح المطلوبين دوليا، إن كان من يعذب الناس في لبنان وإن كان من يعذب الناس في سوريا. على فكرة يعني أموال رامي مخلوف تتحرك بعشرات الأسماء في فرنسا وفي باريس وعلنا، ويتحدثون باسمه ويتكلمون باسمه بين ألمانيا وفرنسا. طيب، بشكل كبير جدا. أموال ماهر الأسد تتحرك في أوروبا بشكل قوي، تحتاج فقط إلى تحرك بسيط لن يكلف يعني الشعب السوري 200 او 300 الف دولار محاكمات دوليه لالقاء الضوء. طبعا العمليه ضد هؤلاء المجرمين هي عمليه طويله وليست يسيره. طيب سناتي على ذكر هذا الموضوع ايضا سيد الخالدي، ممكن تحصيل كل اموال الشعب السوري اذا قامت محاكمات حقيقيه. طيب، وفعليه. سنمر على هذه الفكره سيد الخالدي. اسمح لي ان انتقل الى سيد القاسم، اعذرني على المقاطعه. سيد القاسم، يعني برايك لماذا ترك كل هذه الفتره رفعت الأسد يسرح ويمرح في أوروبا كما يحلو له؟ ومنذ كم سنة يعني بدأت هذه التهم بالاختلاس وتبييض الأموال وغيرها من التهم التي تتعلق بأملاك رفعت الأسد في أوروبا، بدأت بالظهور يعني من كم سنة مرت لا أكثر. حقيقة لنكن موضوعيين بعض الشيء، نعم، أوروبا لم تكن معنية بالجرائم التي ارتكبها رفعت الأسد في سوريا.
رفعت الأسد لم يرتكب فقط المجازر، رفعت الأسد ارتكب جرائم اقتصادية كبيرة، كان هناك نهب لآثار سوريا، كانت الموانئ السورية تعمل تحت أمر تشبيحة رفعت الأسد. لم نتحدث عن الجرائم، نتحدث عن فقط فترة إقامته بأوروبا. نعم. ترك يسرح ويمرح على يعني على كيفه مثل ما بنحكيها بالسوري، بالتالي كل هذه المدة ترك رفعت الأسد، والآن بدأت تظهر هذه التهم، الاختلاس وتبييض الأموال وغيرها من التهم التي تتعلق بما يملك رفعت الأسد. يعني لماذا كل هذه المدة والآن ما أريد نسمع أن أقوله بها؟ ما أريد أن أقوله أن رفعت الأسد كان جاذب للأموال إلى أوروبا، وكان هذا على ما يبدو من الناحية الاقتصادية في أوروبا مسألة مفيدة بالنسبة لفرنسا. صحيح هي ليست كبيرة على مستوى الاقتصاد الفرنسي أو مستوى الاقتصاد البريطاني أو مستوى الاقتصاد الإسباني، لكن عادة الميل إلى الاستثمارات هناك كان يجعل منه جاذبا للأموال لتلك البلدان، وبالتالي هو كان يشارك بشكل فعلي في المشاريع الاستثمارية في تلك البلدان. وقد تم الإشارة إلى أنه كان شريكا في حفر نفق المنش ما بين بريطانيا وفرنسا، لذلك هو كان يعود على الاقتصاد الفرنسي بالفائدة، وكانت الأموال تستثمر في فرنسا وتستثمر في إسبانيا وتستثمر في بريطانيا، وهذا سبب لكي يغض النظر عنه. وكانت كما أشار الزميلان كانت الدول العربية الأنظمة العربية تقدم بعض الحمايات لهذا الشخص وللخدمات التي يقوم بها في تلك البلدان، لذلك كانوا يغضون الطرف عنه. اليوم يبدو أن هذه المسألة قد ضعفت بعض الشيء، ويبدو أنه قد بالغ، هو قد نشأ على الجريمة وقد بالغ الآن في جريمته في أوروبا، فانتهاك القوانين المالية في أوروبا، التهرب الضريبي، تبييض الأموال وغسيل الأموال، هذه المسائل لا يمكن السكوت عنها إلى ما لا نهاية، يمكن غض الطرف عنها لبعض الوقت، لكن في النهاية لابد من أن يكون هناك محاكمة، ولا بد من أن يكون هناك محاسبة، ولا بد من أن يكون هناك استعادة للأموال التي نهبت بهذه الطريقة. أحد العناوين الرئيسية التي أشير إليها في ملاحقة رفعت الأسد أن رفعت الأسد شارك في سرقة الأموال العامة. رفعت الأسد لم يكن موظفا في فرنسا أو إسبانيا أو بريطانيا، هو لم يكن موظفا إلا في سوريا، ولم يسرق أموال عامة إلا من سوريا، لكن مساهمته في جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي، هذه الأموال تعتبر من قبيل سرقة الأموال العامة في تلك البلدان، وقد آن الأوان للمحاسبة على هذه الجرائم. طيب سيد حاج بكري، هل تتوقع أن تتوالى هذه التهم وهذه الدعاوى القضائية بحق رفعت الأسد؟ يعني منذ مدة ونحن نسمع كل فترة هناك تهمة جديدة لرفعت الأسد، طبعا من خلال ما يقوم به إن كان في فرنسا، في إسبانيا، في بريطانيا، في سويسرا، في أكثر من مكان في أوروبا. بالتالي ما القادم من التهم برأيك عدا التي نعلم بها جميعا بالنسبة لرفعت الأسد؟ حقيقة لدى رفعت الأسد استثمارات في 16 دولة أوروبية، وأنا أتوقع أن تبدأ الدول الأخرى بملاحقة رفعت الأسد، كون الأمر بات إعلاميا وبات دوليا مفضوحا ومكشوفا بأن رفعت الأسد يرتكب جرائم التهرب الضريبي وجرائم غسيل الأموال، لذلك أتوقع أن تسير بقية الدول الأوروبية التي يستثمر بها هذا المجرم الأسواق تبدأ محاكمته وملاحقته ومصادرة بعض أمواله. ولكن أؤكد لك بأنه حتى لو تم ملاحقته من الدول ال 16 التي يمتلك فيها استثمارات لن يتأثر اقتصاديا في هذا الموضوع، ولن يدخل السجن بسبب ذلك، لأن كما قلنا وكما قال الزملاء بأن هناك الكثير من حالات الاستئناف والاعتراض على المحاكمات واختصاص المحاكم وما إلى ذلك. قد يستطيع رفعت الأسد العيش حياتين فوق ما عاش وهو وصل على أعتاب 80 من العمر دون أن يدخل السجن أو يحاكم به. نحن نوقن تماما أن أوروبا عندما تريد حقيقة محاكمة هذا المجرم هي أن تتجه لمحاكمته سياسيا، محاكمته على مواقفه السياسية ومحاكمته على مواقفه تجاه الإنسانية وإجرامه بحق الشعب السوري منذ بداية الثمانينات حتى عام 85 أو 86 عندما غادر سوريا بعد ذلك الاتفاق المعروف الذي رعاه القذافي بين حافظ وشقيقه المجرم أيضا رفعت الأسد، وخرج بكل تلك الأموال الكبيرة والهائلة واستثمرت فيها بأوروبا. عندما تبدأ محاكمة
رفعت الأسد على جرائمه بحق الإنسان وبحق الشعب السوري وعلى مواقفه السياسية، ويتم إقامة قناته التلفزيونية ويتم محاكمة أولاده باعتبارهما شركائه في الجريمة. أتصور أن في ذلك الوقت نستطيع أن نقول أن رفعت الأسد سيتأثر، وأعتقد أن هذا لن يحصل قريبا ما دام هناك غطاء دولي حتى هذه اللحظة على عائلة الأسد وعلى الحكم الطائفي في سوريا الذي أيضا يستظل به رفعت أسد بنفوذه في أوروبا. وكما نعرف حتى الآن أوروبا لم تتخذ ذلك الموقف الحاسم تجاه نظام بشار الأسد، وعليه ستطول محاكمة رفعت أسد. يعني حتى الآن أوروبا لا تزال تطالب بأدلة على وإثباتات على استخدام الكيماوي، رغم إثباتات الأمم المتحدة لجان الأمم المتحدة وأطباء فرنسيين. اليوم نشرت إحدى الصحف الفرنسية أن طبيبا فرنسيا أثبت للحكومة الفرنسية أن بشار الأسد استخدم الكيماوي. عندما يتنازلون، عندما يلاحقون كل هذه الملفات ويبدأون بمعالجتها، نقول تماما عندها سيتأثر رفعت أسد، ولكن أتصور أن النهاية سيموت ميتة عادية ولن يحكم كما يجب ولن يدخل السجن، وستبقى أمواله لأسرته، وهذه الأموال هي حق الشعب السوري. طيب. نهبها بعد أن قتل الشعب السوري. طيب. نهبها بعد أن ارتكب مجازر في حما وتدمر وغيرها. طيب، دعني أنتقل بهذه الفكرة بالتحديد سيد حاج بكري لضيفي من باريس طبعا السيد الخالدي. يعني كان يتحدث بنفس الفكرة أيضا من خلال محاسبة رفعت الأسد على الجرائم المرتكبة في سوريا، على سرقة أموال الدولة السورية باتفاق مع حافظ الأسد، بخلاف ذلك لكنه يعني متهم بهذه القضايا إضافة إلى الجرائم المرتكبة أو ضد الإنسانية، جرائم ضد الإنسانية. بالتالي هل التحرك الآن يفيد سيد الخالدي، بما أن كل هذه القضايا المثارة حول رفعت الأسد وما يمتلكه لن تؤثر عليه أبدا، لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من أي ناحية، فبالتالي لدى السوريين الخيار بملاحقته على الجرائم المرتكبة في سوريا، كيف يمكن ذلك بأسرع وقت؟ نعم، بالنسبة للأستاذ عبد السلام أختلف معه قليلا بقضية الحماية الدولية. الواقع أن الحماية الدولية هي وهم كبير نقع فيه نحن السوريين. هناك حالة قانونية ما اليوم ثبت للجميع أن الحماية الدولية عن رفعت الأسد سقطت، وهي أوروبا تحاكمه بكل الطرق. الآن هي فرصة مواتية، إذا هبت رياحك فاغتنمها. ولن أطالب أحد بمحاكمة رفعت الأسد بجرائم في سوريا غير مرتكبة على الأراضي الأوروبية، ولا محامي أوروبي مستعد أن يصرف فلس واحد على رفعت الأسد ليحاكمه على جرائم في سوريا. علينا نحن كسوريون نتحرك الآن لمحاكمة هذا الثور المترنح، لأن هذه فرصة مناسبة جدا. إذا هبت رياحك فاغتنمها كما قلت، والصبي إذا ما بك أمه ما بتطعميه. فلذلك علينا أن نسعى ونضع قوانين، يعني ملاحقات قانونية ودعاوى في هذه اللحظة المناسبة، لأنه لا يمكن إغراق هذا الرجل أو إيقافه فعليا إلا بجرائم دولية وبتهم التآمر على الشعب السوري وبتهم قتل الشعب السوري والجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها، وهي فرصة مواتية. واليوم لا يوجد غطاء سياسي، بل على العكس تماما، اليوم أوروبا متعاطفة في هذه القضية. إذا قمنا نحن بفعل ما وتحرك ما، وأعتقد أن الفرصة مناسبة والأمر لا يحتاج مبالغ كثيرة، تحتاج إلى مجموعة من الأشخاص تستطيع رفع هذه الدعوة، أشخاص فعليين وقعوا ضحايا هذه الجرائم وهم موجودون وبكثرة، هناك آلاف الآن جاهزون. ممكن رفع هذه الدعوة في عدة دول، في سويسرا وفي السويد وحتى في فرنسا في أطر معينة. يعني نعم، القضية تقوم على التحرك السوري الآن، علينا أن نتحرك، وحتى فيما يتعلق في الأمن العام اللبناني والتعذيبات، وحتى فيما يتعلق في عناصر بشار الأسد، مجموعة الأسد الحالية، ماهر الأسد، رامي مخلوف، أي تحرك حالي سيكون مفيد. ولكن للأسف أقول وأكرر، لم يقم تحرك واحد منذ أن قامت الثورة السورية إلا تحرك سياسي وحيد في سويسرا. أما تحرك فعلي من الشعب السوري ضد هؤلاء المجرمين لم يحدث إطلاقا. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد وائل الخالدي، مدير مركز دراسات باك هوم، حدثنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. أيضا الشكر لسيد مصطفى القاسم، مستشار في القانون الدولي، كان معنا من اسطنبول مباشرة. وأيضا شكرا جزيلا لك عبد السلام حاج بكري الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من باريس. أيضا شكرا لكم جميعا مشاهدينا ومستمعينا. فاصل قصير نتابع من بعده.